هاجم الرقراقي مدرب فريق الوداد الرياضي العصبة الاحترافية بسبب برمجة مباريات كأس العرش في يوليوز، وأكد وليد عقب الفوز الذي حققه الوداد على حساب الفتح الرباطي في نصف نهائي كأس العرش أن اللاعبين ليسوا بآلات، وأكد صعوبة إجراء اللاعبين للمباريات في شهر يوليوز. واختارت العصبة الاحترافية برمجة مباراتي نصف نهائي كأس العرش في مدينة غير ساحلية وفي عز موجة حرارة ضربت العديد من مدن المملكة، وبالضبط مدينة فاس المعروفة بسخونتها في شهر يوليوز وغشت. وعن هذا الأمر قال الرقراقي: نحن في يوليوز ولا زلنا نلعب مباريات، صراحة صعب، اللاعبين ليسوا بآلات. وأضاف: هنا نلعب في يوليوز بينما هناك آخرون في عطلة، إنه أمر مستحيل. وتابع: عندما ترى درجة الحرارة ترغب في الذهاب للمسبح أو الخلود للراحة بينما نحن نلعب في مباريات مصيرية، بل وحتى برمجة اللقاء جاء في خضم عطلة العيد. تجدر الإشارة إلى أن التوجه العام هو برمجة لقاء نهائي كأس العرش بين النهضة البركانية والوداد في 30 يوليوز الجاري بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.